aussi, la même chose. Je manque à deux autres, pas cordé, mais fait des sorties de secours. Magda, yo. نشهد عودة سفينة جرين بالقاسم يعني بعد قيامها بمهمة تفتيش دولي لحملة صيد التونة لسنة 2024. كانت سفينة انطلقت إلى عرض البحر يوم 10 جوان 2024 والتحقت بمنطقة الصيد جنوب غرب مالطا، أين قامت بتفتيش سفن صيد بحري متدخلة في صيد تونة الحمراء. الحصيلة يعني 13 سفينة صيد جزائرية وأجنبية أيضا من 7 جنسيات سفن متدخلة في الصيد البحري، تم تفتيشها بنجاعة وتم يعني الوقوف على بعض الملاحظات. كانت فيه تقارير مرسلة من طرف طاقم التفتيش مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات إلى الإدارة المركزية. أيضا تم ملاحظة ورصد 23 سفينة وتوثيقها بصور، سفينة جزائرية وأجنبية في منطقة الصيد البحري. المسافة الإجمالية التي تم قطعها من طرف السفينة هي مسافة معتبرة دون توقف، يعني 2500 ميل بحري، أي ما يعادل لو نقوم بعملية يعني مقارنة بالكيلومتر تقريبا 4500 كيلومتر تم قطعها انطلاقا من يوم 10 جوان. هذه يعني تعتبر عملية يعني ناجحة. مهام التفتيش هي السهر على تطبيق القوانين المعمول بها، سواء على القوانين الوطنية والدولية كذلك، لأنه هناك فيها قوانين معمول بها لدى المنظمة للحفاظ على هذا المخزون السمكي. يعني كاين هناك معايير تقنية على مستوى السفينة، كاين هناك وثائق يجب احنا احترامها، كاين هناك أمور تقنية في عملية قنص المنتوج، يعني كاين هناك فيها يعني أسماك اللي لازم تكون تخضع إلى القنص التجاري المسموح به، يعني لازم ما يكونوش يتجاوزوا هذه الخروقات.